شايف الحال اللي هناك؟ شفته. خلينا نشوفه، يمكن يكون حال جديدة. يلا معنا حال جديدة. حضرتك متسول؟ لا، أنا صيدلاني. كل المتسولين دكاترة وصيادلة وزعماء عصابات. هاي شهادتي. تمزح؟ الله وكيلك، صار لي داير 1000 صيدلية ومش لاقي تدريب، والصيدلية الوحيدة اللي تدربت فيها صرت أعمل قهوة وشاي. للأسف دراستي كلها ما استفدت من شيء بالواقع. أقول لك قم قم معي، أنا بعرف وين الحل. يلا. دكتور عبد الكريم، دكتور عبد الكريم، استلم الحالة. استلمنا. أنت وصلت للأكاديمية الصحيحة اللي بتربط بين معلوماتك النظرية وواقع الحياة العملية. من خلال تدريب تفاعلي بيني وبينك نتعلم سوا حالات عملية ومهارات التواصل بين الصيدلاني والمريض. أنا دكتور عبد الكريم علي، مدير أكاديمية تدريب الصيدلاني الإبداعي اللي بتساعد طلاب خريجي الصيدلة إنه يحصلوا على تدريب احترافي يربط بين معلوماتهم النظرية والواقع الحياة العملية، من خلال تدريب تفاعلي بين المدرب والمتدرب لحتى يتعلموا حالات عملية واقعية ويتعلموا كمان مهارات في التواصل بين الصيدلاني والمريض.